بشركم مباركة جميعا. اليوم ان شاء الله اجليكم وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، الا وهي السفوف بدون غلوتين اللي كيجي رائع بواحد الطريقة صحية ومفيدة وفي طبيعة الحال الجديد. هنخليكم مع المكونات ومع الفيديو حتى الاخير، وما تنسوش انكم تابونوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولي لايك والبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع وفرجة ممتعة للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم الموندو دي كريمة جلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو او سفوف او تقاوت، يعني كيتغير اللفظ من المدينة لمدينة. المهم حنا تنقول ليه سلو. اللي غادي نحتاجو فيه اكيد الدقيق الخالي من الجلوتين. غدا غنبدا لكم بالمكونات اللي غدا نستعمل البنات. هنا درت 300 غرام ديال الايلان مطحون ومحمر وغدا نغربلو معاكم دابا. وعندي هنايا 700 غرام ديال دقيق الذره حتى هو محمر وغدا نغربلو ان شاء الله في القصريه. عندي هنا البنات كيلو ديال الجنجلان محمر ومطحون، خليت من الكيلو ديال الجنجلان هذا القياس ديال الزلافه، وغادا نعمل حتى اللوز. عندي كيلو ديال اللوز ها هويا محمر ومطحون، وخديت تقريبا 600 غرام ديال هذا اللوز المحمر والمطحون. هذا خليته يعني الكماله ديال الكيلو تقريبا 400 ولا 450 غرام، كل ما درتو بالزايد راه مزيان. هاد اللوز هذا كيف ما كتشوفوا هنايا سلقته وفسخته وقليته، غدا نخليه منه شي حاجه للتزيين، والكميه المتبقيه غدا نطحنها في الهاشوار. غدا نحتاج عاود عندي هنا جوج معالق ديال النافع وحبه حلاوه، وعندي الكوزه وعندي القرفه وعندي الزيت البلديه وعندي هنايا العسل. من الاحسن البنات تعملوا يعني عسل طبيعي يعني عسل حر، راه كيجي زوين في السفوف. غادا نقول لكم الكميه اللي غادا تكفيني هذا العسل باش نجمع هاد السفوف البنات. هادو هما المكونات. عندي هنا المسكه الحره، الصراحه صدقت زوينه هاد المسكه، مني كتندغ باش عرفوا مسكه راها زوينه وبانها حره كتندغوها وكتولي يعني بحال العلك، يعني بحال المسكه كيف ما كتندغ. درت معها واحد المعلقه كبيره ديال السكر وطحنتها يعني باش تطحن ليا. دابا غادي نبدا معاكم هاد السفوف بسم الله على بركه الله. اول شيء غادي نبداو هنايا بالدقيق. دابا غادي نطحن كيف ما قلت لكم اللوز ونخلي غير باش التزيين النهائي. بغيتو غير باش يكون مهرمش. دابا غادا نبدا نغربل في الدقيق بشويه بشويه. انا راني عابره كيلو ديال الدقيق. من بعد ما غربلنا الفرينه غادي نضيفو هنايا الجنجلان اللوز المسكه الحره اللي طحناها مع السنيده يعني تقريبا معلقه كبيره. ها نتوما هادشي كله غتحيدوه وغادي نضيفوا عليه النافع وحبه حلاوه جوج معالق كبار القرفه. هاد القرفه راها حره. بالنسبه للقرفه البنات غادي ندير معلقه كبيره، معلقه صغيره الاولى المعلقه الثانيه، الصراحه كتعطي مذاق زوين. الكوزه مطحونه، الصراحه ما عنديش انا الكوزه الصحراويه ما عنديش في الدار، ولكن كون جبتها من عند الجزار يعني يعني كاينه موجوده الصراحه لله. المهم غادي ندير هنايا تقريبا فقط معلقه صغيره، ما غاداش نكثر
منها. دابا هذا الخليط كله البنات غادا نخلطو بيديا، وهاد الجوجلان اللي كتشوفو هنايا وهاد اللوز اللي انا طحنتو يعني في الماكينه ما غنضيفو حتى الاخير، هذا ما غنضيفو هنايا حتى الاخر. المهم انا كنحاول انني نشرح لكم مزيان باش تكون الافاده اكثر للجميع. القصريه الصراحه صغيره ما غاداش تخلط لي هذا الشيء، غادا نجيب شي بانيو كبير باش نجمع فيه هاد المكونات كلها البنات. السكر راني ما ضفتوش، يعني غير هذيك المعلقه كبيره اللي طحنت معاها المسكه الحره. بالنسبه للزيت عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الزيت، هو اللي غادا نضيف فقط، يعني ما غنضيفش شي حاجه اخرى من غير هاد الكاس ديال العنبه. الزيت راه عندي كانت دافيه يعني تطلعت فيها الغليه مزيان، ومن بعد خليتها حتى بردت. دابا غادا نبدا نخلط فهاد المكونات. كيف ما قلت لكم نجيب شي حاجه تكون متيسعه، ودلكو بيديكم هاد الصفوف. اللي عنده الماكينه راه غادي كاع ما غادي يحتاج للزيت، حيت الماكينه الصراحه كتخرج الزيوت كلها اللي في الجنجلان واللي في اللوز، وغادا نبقى نمعك فيه حتى منين غادا نكورو بيدي وغادي تجمع لي هكا. المهم نتوما دابا راكم عارفين بان هاد السلو كيبغي الخدمه مزيان. الصراحه انا غنبرك على ركابيه وغادا نبقى ندلك في هاد الشيء، ومن بعد غنوريكم النتيجه ديال الدليك فين وصلت معايا. هانتوما البنات درتو هنا في هاد البانيو كبير، راه نقي البنات يعني مخصصه غير بهاد المسائل. ملي كيكون عندي الفوق كتير كنقي فيه الفوق وكنرقد فيه الحامض، غير هذاك الكويس ديال الزيت اللي عملت وغادا نبقى ندلك فيه حتى يخرج هذاك الليدان ديالو. ها البنات ها هو السلو من بعد ما بقيت كندلك فيه حتى غادا نكمل الدليك البنات، ومن بعد غادا ندير ليه العسل. انا بغيت هذوك الفواكه الجافه اللي درت يعني داك الجنجلان وهذاك اللوز باش يطلق الليدام ديالو. ها انتم البنات السلو بدا كيتجمع ليا، ها انتم شفتوا، شوفوا تبارك الله شحال خرج ديال الليدام. والعسل كيف ما قلت لكم غنخليه حتى الاخير وغادا نبقى ندلك. بنتي تايره دايره تايايا دايره تايا السوبي تايا وكدلك، كتعطيني ماما ندلك هاتي دلكي عيوج ديال الكتاف. ها انتم البنات شفتوا كيخرج الليدام ديالو بصراحه، ها انتم شفتوا. ها انتم البنات شفتوا هنا، شفتوا هنا التعليكه. وانا رجعت معكم مره اخرى باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال الصفوف الخالي من الجلوتين. الصراحه ديك الزبيته كلها اللي كنت عملت هذاك الكاس ديال الزيت البلديه، وراني ضفت عاوده البنات هذيك هذاك نص كاس اللي كنت قليت فيه اللوز البنات راني ضفته. وبالنسبه للعسل درت جوج معالق كبار ديال العسل البنات ودلكته مزيان، راه من البارح وانا كندلك فيه، وضفت معاه عاود جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي حتى هو كدلكوهما البنات. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه باش نصحح الذوق، اي شويه ما تكثروش صافي. وغادي نخلط هاد الشيء دابا غنخلطو كله باش ننزلو في القصريه البنات، ونخلط معكم عندي اللوز وعندي الجنجلان. دابا غادي ندير معكم التزيين النهائي ديال هاد السلو. شوفوا تبارك الله شحال جا معلك، ما بغى كاع ينزل كاع من البانيو. هانتوما شوفوا جا زوين الصراحه لله، هو راه كيبغي الخدمه وكيبغي تدلك، لما تدلكش راه كيبقى تتبقى هذيك الذره وهذاك اللان كيبقاو حرشين. هانتوما شوفوا ما شاء الله شحال طلق ليدام ديالو.
داك الكيلو ديال الجنجلان وداك الكيلو ديال اللوز اللي شيت منه غير هاد الكميه هادي. دابا غناخد هاد اللوز مهرمش وغادا نضيفو لهاد السفوف. راه كاين اللي كيدير فيه البنات حتى الزبده، اللي بغى يدير الزبده راه يديرها. طحنت الكميه الكثيره وخليت غير شي حاجه باش نزين بها. عندي هنا 200 غرام. دابا غندير معكم التزيين النهائي. غادا ناخد هاد الطاجين وغادا ننزل فيه السفوف ديالي. بسم الله على بركة الله. صراحة رائع البنات. ما تنسوش انكم البنات تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولي لايك والبرتاج باش تعم الفائدة على الجميع. كاين وصفات كثيره بدون غلوتين البنات. صراحه هاد اللوز اللي كنت عملته والجنجلا كيعطيه واحد المنظر وحتى المذاق البنات، يعني ملي كتاكلوه كتحسوا بهذيك العضه وكتحسوا بانكم راه كتاكلوا سلو صحي بدون يعني دهون كثيره، بدون سكريات كثيره. حتى العسل البنات راه اللي درتو معكم راه عسل يعني ديال النحل ماشي عسل سكر البنات. صافي كنضغطوا عليه على هذا الشكل. ما تنسوش انكم تزوروني على الصفحه في الفيس وعلى الانستغرام وعلى التيك توك، كاينين وصفات كثيره بدون غلوتين. ما تنسوش انكم تعملوا بارطاج باش كل افاده اكثر، وتعملوا لي لايك باش لا فيديو يشوفوه اكثر عدد من الناس. بالنسبه للتزيين النهائي زيناها على الدائره ديال هذا الطاجين كيف ما كتشوفوا، وزينا هنا بحبات ديال الورد، وغادي نعاودوا نزينو باللوز من الوسط. وما تنساوش انكم تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولي لايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.